ما بعرف شو بدي أعمل. سألت عنها بكل محل ممكن تروح عليه، ما لقيتها. لا تخلي الناس يشكوا بشي منتبهدل. مو معقول يقولوا لك موجودة حتى لو كانت بالفنادق اللي اتصلتي فيها. بتكون سمر منبهتهم. استني أكيد رح ترجع. يعني شو بدنا نستفيد إذا رجعت بعد فوات الأوان؟ لا تكبري الموضوع كتير. عدنان بس يشتقلها رح يسامحها. لسمار؟ ما بظن بنوب. نسيت قلك مهند رجع. مو على أساس كان بده يرجع بنهاية الشهر؟ رجع فجأة بدون ما يخبرنا، على أساس عملنا إياها مفاجأة. مفاجأة؟ بظني هال كانت بتعرف إنه رح يرجع، لأنهم كانوا غريبين. يا أما تفاجأت كتير وقت يلي شافته، أو في شي تاني نحن ما منعرفه. برأيك هدول كانوا مع بعضهم؟ شو بيعرفني؟ مالي فاضي أفكر بهالشي بنوب. أهلا وسهلا حبيبي. أهلين يا حبيبي. في عنا ضيف؟ بعرف حكيت معه قبل ما تجو. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. في شي خبر من ماما أروى؟ قال هدول المفتاح الذهبي لمدينة ميلانو ما عاد تجي. أكيد لأنه اشتريت أغراض كتير. لأنه كل شغلنا مشان نعبي جيوب الطليان. شوفي يا هي هالمرة. وينه حفيدي؟ تحمم وعم بيجهز حاله عنه. خليني لحقه. وأنا رح بدل التيابي وبعدين بشوفه لفريده. ماشي حبيبي. عدنان كان بالشركة؟ لا. قال هو بالمزرعة. ايه قال لي هيك. صاير شي؟ بظن متزعلين مع بعضهم، يعني هو وسمر. اصحك تكوني طرف مع حدا؟ اكيد لا، اصلا ما عم بيخلوني احكي. تليفونك كان مسكر، اتصلت بالشركة وقالوا لي طلع. رحت شفت بابا بعد الظهر. عم تخبي عني كتير اشياء. بلشنا مرة تانية؟ صاير كتير عم تشوف ابوك بالايام الاخيرة. لا تفهمني غلط، انا مو مزعوجة من هالشي. يعني ما في مشكلة نهاد؟ إذا سمر وعدنان اتطلقوا هالشي بيأثر عليك بالشركة؟ من وين طلعتي بهالفال السيء هلأ؟ سمر تركت البيت وعدنان كتير مزعوج. يا الله. سمعتكن بدون قصد. صاير عواصف ببيت زياكي؟ هالشي ما بيخصنا. تعال شوف يا روح أبوك. ريحتك مثل المسك يا عمري. يلا خلونا نروح نتعشى. إذا انتهى زواج عدنان زياكيل رح نستفيد كتير من هالقصة، لأنه ما رح يقدر يهتم بالشغل بعدها.